ਵਾਇਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਲਾਮਤ ਦੇਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚਾਦਰ ਭੇਜ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਾ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਾ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਾ ਸੁਣਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواسطة بلند پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پھر پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پھر پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. جیسا کہ مکی مسجد میں بھی دن کو میں نے اعلان کیا ہے کہ کل روز ہفتہ بعد نماز مغرب المصطفیٰ اسلامک سینٹر میں میلاد مصطفیٰ ہمارے بھائی ارشد صاحب اور ان کے بھائی اعظم صاحب اور رسول اللہ بھٹی صاحب یہ مل کر پروگرام کر رہے ہیں, تو سب حضرات تشریف لے کے آئے ہیں. ادھر المصطفیٰ اسلامک سینٹر برائٹن بیچ پہ ہے, یہ نیپچن ایونیو سے آگے اوشن ویو کے اوپر ہے, تو جس میں خصوصی آپ شرکت فرما رہے ہیں حضرت پیر صوفی محمد انور مدنی صاحب, آپ کی صدارت اور کچھ باتیں بھی ہوگی مدینہ پاک کی. مگر کے بعد سب حضرات تشریف لائیں. اور ایک قرآن پاک یاسین شریف 50 مرتبہ, کلمہ شریف 35 مرتبہ, سورۃ کوثر 100 مرتبہ, دوائے مستجاب 10 مرتبہ, درود تاج 10 مرتبہ, اور جو کچھ بھی ایسا پڑھایا پڑھایا سونے نبی کریم رحمت الرحیم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تربیت توفقاً پیش کی طرح تک بڑے مندر کا لمبیا شہدا ساری نشمیا مدیا چسپیا قادریا ویسیا نظامیا بے روزگار روزی نصیب فرما, تندرست تنی دوست فرما, پریشان حال پریشانیاں دور فرما, بے اولاد اولادے رہنا عطا فرما, کسی دی جوان دیاں بہنا گھر وچ بیٹھیاں کر واسطے شاد فرما. یا اللہ پاک انہاں لوکاں نوں سکھیاں وچ رکھی, غنیاں وچ رکھی, اتلے ہاتھ رکھی, اتلے لے جانا نصیب نہ کر. یا اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچان نے کہے رسال خان دین اور دنیا بے طرف ہمارے جان مال اولاد زندہ کار کاروبار برکتاں. آمین. یا اللہ جمیل ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حاضرین محفل صفحے بنانے کے اندر تقسیم کیا جائے گا, سب صفحے بنا لیں, حاضر محفل صفحے بنا لیں.